ايه بالظبط؟ ايه السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أخ شو الأوضاع؟ شو هلأ؟ في تقدم في تراجع؟ الحمد لله الأوضاع ثبات، الشباب ثابتين بفضل الله، الحمد لله. يعني في عالم عم تحكي لنا رغم انه الجيش رغم انه عنده نقص بالذخيره، بس الحمد لله ثابتين الشباب. في عالم عم تحكي لنا انه الجيش وصل لشارع لوبيا ووصل انه اخذ مخيم اليرموك وتحرر. الحمد لله ما تقدم خطوه الجيش، الحمد لله ثابتين الشباب بفضل الله رغم نقص الذخيره والعتاد، بس الحمد لله بفضل الله ثابتين. الحمد لله النصر او الشهاده ان شاء الله. الله اكبر ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عملية التدقيق الأبية التي نتصدى فيها لقوات الأسد وشبيحة التنظيمات بإذن الله لن يقتحم الأمن. هذه الأبوات تفخر فيها أبنية المقاتلين الجيش الحر، حتى إذا دخل الأمن مخيم اليرموك سينقلب عليه بركان الجحيم. بسم الله والله أكبر. أخونا فهد، شو بس عم بيقولوا إنه الجيش وصل لشارع لوبيا وأخذ مخيم اليرموك، شو تقول يعني؟ هلا بنصور له من هون البطيخه مشان ياكلوا لسه ابطال الحجر الاسود والجيش الحر ضابطين. الحمد لله.